بسم الله، السلام عليكم يا صغاري الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سأشرح لكم التزكية في مادة التربية الإسلامية بعنوان الله يناجيني. درسنا اليوم هو عنوانه الله يناجيني. سأشرح الله يناجيني من خلال حديث سأسمعه لكم، استمعوا إلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الله ماذا يقول؟ يقول: حمدني عبدي. إذن متى يناجي الله عباده؟ يناجي الله عباده من خلال صلاتهم، لأن الله ماذا قال؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما معنى نصفين؟ بأن العبد عندما يسأل الله ويدعوه لكي يدعوه بشيء فإن الله يستجيب له، ولهذا عندما نقول الحمد لله فإن الله يقول: حمدني عبدي. لهذا يجب علينا أن نكثر من الحمد لله، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي. إذن هذا هو درسنا لليوم في التزكية، وأطلب منكم أن تنقلوا الدرس وتكتبونه في الدفتر البرتقالي بخط جيد. وأستودعكم في حفظ الله يا صغار الأعزاء، إلى لقاء آخر، وشكرا على انتباهكم.